بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم في حل كتاب التمارين الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني الدرس 10 إلى 2 الفصل 10 الدرس الثاني، حل باستعمال خطة الرسم. خطة الرسم طبعا تمثل الكمية كاملة. اشترت جميلة لأمها باقة فيها 12 زهرة، 12 زهرة، نرسم 12 زهرة. اوكي، 12 زهرة. اوكي، هذه 3، هذه 4، 3، هذه 4. بس بوقف فاسس استغل الوقت. رسمنا كم زهرة؟ 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 زهرة. منها زهرتان لونهما أحمر، أحمر لونهم أحمر، أحمر، والباقي لونهم أصفر، الباقي لونهم، أوكي، لونهم شنو لونهم؟ أصفر. ما عدد الأزهار الصفراء في الباقة؟ خلاص قلنا أحمر ثنتين، 12 ناقص 2 شو يساوي؟ 10 صفراء، صف سوري صفراء، عدد عددها صفراء. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.